بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي وأساتذة الأجلاء، مرحبا بكم مجددا في برنامجكم كتاب كل أسبوع. كتاب اليوم زملائي وأساتذتي عن أداة بنستخدمها يوميا في المرافعات، في صحف الدعاوى، في المذكرات. كتاب اليوم عن العربية في الإعلام، الأصول، القواعد، الأخطاء الشائعة. كما تعودنا نبدأ بنبذ عن الكاتب. كاتب اليوم هو الدكتور محي الدين عبد الحليم، وقد عاونه في الكتابة الأستاذ الجليل حسن محمد الفقي الذي تخرج من مدرسة دار العلوم العليا عام 1945. أما الدكتور محي الدين عبد الحليم فقد ولد بقرية كمشيش مركز تلا محافظة المنوفية في 15 مارس عام 1941، ثم حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1964، وحصل على درجة الدكتوراه في الصحافة من جامعة القاهرة عام 1974، ويعد أول متخصص يحصل على تلك الدرجة من جامعة القاهرة. له الكثير من المؤلفات، منها على سبيل المثال إشكاليات العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، وكذلك الدراما التلفزيونية، وقد ساهم في نشر وتأصيل لغة حديثة فرضها التطور ومسايرة العصر. له أكثر من 20 بحثا علميا، قد تولى منصب المستشار الإعلامي لوزير الأوقاف، وكذلك مستشارا بمنظمة اليونسكو. المادة الثانية من الدستور بتنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، لذلك نجد أن هذا الكتاب في غاية الأهمية. ونقول أن الكاتب قام بتقسيمه إلى بابين رئيسيين، الباب الأول على فصلين. الفصل الأول منهم هو نشأة اللغة الإنسانية وتطورها وطبيعتها ومكانتها في حياة المجتمع البشري، والفصل الثاني فيشتمل على العلاقة بين اللغة والاتصال البشري. أما الباب الثاني فيضم أربعة فصول، والباب ده مهم جدا للمحامين المشتغلين المهنيين، لأنه اشتمل على الفصل الأول القواعد الأساسية في اللغة العربية وكيفية الإعراب. أعتقد مهم جدا أن المذكرات بتاعتنا وصحف الدعاوى ما يكونش فيها أخطاء لغوية متكررة أو أخطاء لغوية لا يصح أن تمر على أستاذ قانون. أما الفصل الثاني كان عن الأخطاء التي شاع استعمالها في وسائل الإعلام، والفصل الثالث عالج الأخطاء الشائعة في حركات حروف الكلمة، والفصل الرابع تناول الكتاب الأخطاء الإملائية. أعتقد أن كل المشتغلين في مهنة المحاماة هيهمهم الفصل الأول من الباب الثاني زي ما قلت، الخاص بقواعد عامة أساسية في اللغة العربية. الكتاب بيبدأ بأقسام الكلمة من اسم وفاعل وحرف، بيبتدي معنا من الأول خالص وبينتهي إلى كيفية الإعراب، ومرورا بالأخطاء اللي شاع استخدمها، شاع استخدام أخطاء مثل من كسب وعن كسب، راقب الرئيس حرب أكتوبر عن كسب، تلك الكلمة خطأ، راقب الرئيس حرب أكتوبر من كسب. وسط أيضا هناك مثال ضحك الطلبة من العمال، ولكن الخطأ الذي شاع ضحك الطلبة على العمال، لا نقول ضحك عليه ولكن ضحك منه. تلك الأمثلة البسيطة يكررها الكاتب، وقام الدكتور حسن الفقي بتدوين أخطاء متكررة في الإعلام ورصدها طوال عامين جهد متواصل لرصد كافة الأخطاء الواردة بأجهزة الإعلام، مسموعة أو مقروءة أو مرئية. زملائي وأساتذتي، الكلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكتاب بيعتني بالكلمة ويعتني بأهم أداة من أدواتنا. دكتور محي الدين عبد الحليم بذل جهد جبار لرصد الأخطاء الشائعة بمعاونة الأستاذ الجليل حسن الفقي. أتمنى أن تلقى الحلقة قبولكم، وألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا، دمتم بسلام.